بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 34 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. أهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا، من محافظة إدلب، معرة النعمان، وباعثها الأخ خالد عبد الحي الأحمد. الأخ خالد خطه خط المبتدئ جدا، وكدت أعرض عن الرسالة لرداءة خطها، إلا أنني استطعت أن أقرأ عبارة يقول فيها: إنني كل يوم أقوم بعبادة الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول السائل عبادة الله ورسوله خطأ كبير، ولكن لعله سبق لسان الذي يريد أن يقول أطيع الله ورسوله. الله تعالى يقول: وأطيع الله وأطيع الرسول، وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الطاعة تكون لله وللرسول، أما العبادة فإنها لا تكون إلا لله عز وجل. فالواجب عليه أن يقول: أعبد الله وحده لا شريك له، لأن العبادة خاصة بالله لا يشاركه فيها أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من غيرهم. عبادة حق لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه عبارة سيئة، يجب على السائل أن لا يكررها مرة أخرى. جزاكم الله خيرا. يسأل عن أثر فهمته في هذه الرسالة، يقول: أحبب من شئت في هذه الدنيا فإنك مفارقه. هل هذا حديث؟ نعم، يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل أتاه قال له: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه. فهذا يروى أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم: واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. هكذا أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. نعم، والمعنى صحيح، معناه صحيح، اللهم أنه لا بد من فراق الأحبة، وأن العمل لا بد من لقائه يوم القيامة والوقوف عليه والمجازاة عليه خيرا أو شرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الرحمن عبد الغني مراد من مكة المكرمة بعث برسالة يقول فيها: إنني أديت فريضة الحج، ولكني نسيت إكمال ركن من أركانه، وهو أنني نسيت الطواف والسعي بعد تأديتي لهذه الفريضة، ولم أتذكر حتى قدوم شهر رمضان عندما قمت بأداء العمرة، فقمت بالطواف والسعي. ما حكم ذلك؟ وهل يصح علما بأنني من سكان منطقة الحرم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تركت طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فإن عليك أن تعود إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة لزوجتك، فعليك أن تذبح شاة وتوزعها على الفقراء في الحرم، لأن هذا وطء بعد التحلل الأول، وهو يوجب فدية أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم. أما إذا لم يكن حصل منك جماع في هذه الفترة، فيكفي منك أن تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. وأيضا عليك فدية عن ترك طواف الوداع، لأنك حتى ولو طفت الوداع عند السفر، ما دمت أنك لم تؤدي طواف الإفاضة فإنها هذا لا يكفي، لا يجزي طواف الوداع إلا بعد إكمال الحج، لأن طواف الوداع إنما يكون في آخر الأمر. وما أظنك طفت للوداع، لأنك إذا لم تطف للإفاضة فمن باب أولى لا تطوف للوداع، فعليك فدية عن طواف الوداع أيضا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عند قدومي من عرفة إلى مزدلفة شاهدت أعدادا كبيرة من الحجاج يمرون بمنطقة خارج حدود مزدلفة، وأنا أعلم أنه لا بد من المبيت بمزدلفة ولقط الجمار منها وأيضا المرور بالمشعر الحرام، فما هو توجيه الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ أما المبيت بمزدلفة فهو واجب من واجبات الحج، ومن تركه مع قدرته عليه فإنه يجب عليه فدية، يجبره بفدية للحشاة في مكة يوزعها على الفقراء، فقراء الحرم. وأما قوله راميا لأخذ الجمار من مزدلفة هذا ليس بلازم، له أن يأخذ الجمار من مزدلفة وله أن يأخذها من الطريق وله أن يأخذها من منى، فالجمار أمرها واسع يأخذها من أي مكان طيب. وكذلك المرور بالمشعر الحرام وهو الجبل والوقوف عندها هذا سنة وليس بواجب، إن تيسر أن يذهب إليه ويقف عنده ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، وإلا فإنه يكفي أن يكون في أي مكان من مزدلفة، قوله صلى الله عليه وسلم جمع كلها موقف يعني مزدلفة. جزاكم الله خيرا. بما تنصحون الحجاج شيخ صالح جزاكم الله خيرا من حيث التأكد من أماكن المشاعر وحدودها بالذات؟ هذه عبادة يجب على الحجاج أن يهتموا بها، والحكومة عزها الله جعلت علامات على بداية مزدلفة ونهايتها وجعلت فيها أنوارا خاصة يعرفها الإنسان تختلف عن غيرها، على الحجاج أن يهتموا بهذا الأمر، ألا ينزلوا إلا إذا عرفوا أن هذا المكان لمزدلفة، وإذا اشتبه عليهم الأمر فعليهم أن يسألوا، عليهم أن يسألوا من يدلهم على عالم الجنس، ولكن بعض الحجاج يفرطون في هذا الأمر ويتساهلون فيه ويستعجلون بدون سؤال وبدون تحر وبدون احتياط. جزاكم الله خيرا. ما هي نصيحة الشيخ صالح لأولئك الذين يقومون بحملات الحج؟ لا بأس بذلك إذا كانوا يقومون بحملات الحج منظمة على المطلوب ولم يكن فيها إجحاف وطمع بالناس، وأيضا أمر مهم جدا على الحملات وعلى المطوفين وهو تمكين الحجاج من أداء المناسك على وجه المشروع، لأن بعض المطوفين وبعض الحملات لا يهمهم إلا أخذ الدراهم، ولو أخلوا بمناسك الحج فلا يمكنون حجاجهم من المبيت في مزدلفة ولا يمكنونهم من البقاء في عرفة إلى غروب الشمس ولا يمكنونهم من النزول في منى والمبيت فيها، فهذه الأمور يجب على الحجاج، ولا يمكنوهم من الرمي وقت الرمي المشروع، قد يضايقونهم فيرمون في غير وقت المشروع قبل الزوال في الضحى يرمون هذا خطأ إلا في يوم العيد، قد يخرجونهم من مزدلفة قبل منتصف الليل فهذا خطأ وهذا ترك لواجب، فعلى الحملات وعلى المطوفين أن يتقوا الله عز وجل فلا يغرروا بالحجاج ولا يكلفوهم ما لا يطيقون ولا يخلوا بمناسكهم، أن هذه أمانة تحمل ويسألون عنها يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر عبر رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض الروضة وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف نون. يقول: هناك مسجد في قرية وهذا المسجد صغير وأمام هذا المسجد بيت الإمام ويبعد عن المسجد عدة أمتار، سمعنا أن تحت هذا البيت الذي فيه الإمام سمعنا أن تحته قبر أو قبرين، مع العلم أن القبور قبل بناء المنزل، نسألكم الآن لو تكرمتم ما حكم الصلاة في مسجدنا هذا وكيف تنصحون هذا الإمام وماذا يتصرف في بيته جزاكم الله خيرا؟ إذا كان البيت منفصلا عن المسجد والمسجد خالي من القبور، إذا كان المسجد خاليا من القبور والبيت منفصلا عن المسجد الذي تزعمون أن فيه قبورا فالصلاة في المسجد لا بأس بها ولا محذور فيها، أما إذا صح أن بيت الإمام مبني على قبور فإنه يجب النظر في هذا من قبل المحكمة الشرعية أو من قبل ولاة الأمور الذين يتولون الأحكام الشرعية، لأن ينظروا ويتحققوا في هذا الكلام هل هذا البيت مبني على قبور، فيجب إزالة البيت وبقاء القبور على ما هي عليه، لأنهم سبقوا إلى هذا المكان ودخلوا فيه فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم ويبني فوقهم بناء أو يتطرق على قبورهم ويجعلها طريقة، القبور لها حرمة، قال صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الجنوبية رسالة بعثت بها أحد الأخوات المستمعات تقول أم موسى تقول: زوجي ابتلاه الله عز وجل عندما حصلت
تصادم بالسيارة بينه وبين رجل آخر، مما أدى إلى وفاة ذلك الرجل. وقد تنازل أهله عن الدية وبقي على زوجي الصيام، وهو يعاني من مرض السكر والضغط، علما بأنه لا ينتهي صوم رمضان إلا بعد عناء ومشقة عليه. فأردنا أن تفيدونا جزاكم الله خيرا عما يجب عليه، هل يصوم أم يتصدق؟ وجهه جزاكم الله خيرا. لا بد من أحد أمرين، كفارة القتل، إما عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل إلا خصلتين اثنتين: الأولى العتق، فإذا لم يقدر عليه فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يقدر على الصيام بمرض أو مانع يمنعه من الصيام فإنه يبقى في ذمته إلى أن يستطيع، فإذا استطاع ولو في زمان متأخر فإنه يصوم، وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، حي البديعة وباعثها المستمع سلامة إبراهيم محمد شريف. أخونا سلامة يقول: أسأل عن حكم الشرع في قضية والدي قال عنها عندما توفي عام 83: وحملنا أمانة بأن يدفن في المقبرة في الدور الثاني، علما بأن المقبرة مشتركة بيننا وبين أولاد عمي ودفنه في الدور الثاني، فهل هذا حرام أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذا مباح، يعني كونه يدفن في الدور الثاني أو في الدور الأول أو في المقبرة الفلانية، المهم أن تكون المقبرة مقبرة مسلمين، أن يدفن مع المسلمين، ولا يلزم أن يعمل بوصيته إلا إذا كان له وجهة نظر صحيحة، إن كون المقبرة التي حذركم من دفنه فيها لا تصلح، كونه يأتيها مياه أو يأتيها أشياء أو يتطرق فيها الناس، فإذا كان هناك غرض صحيح فإنكم تدفنونه في المكان اللائق. أما إذا كانت المقبرة صالحة وليس هناك محذور من دفنه في أي مقبرة الدور الثاني أو الأول فالأمر بالخيار الحمد لله، والمسلم ليس له إلا عمله في أي مكان دفن. جزاكم الله خيرا. مضى الأمر في الصالح، مضى الأمر ودفن في الدور الأول، فما هو توجيهكم لهم الآن؟ هذا سبيل ذلك، مدام الدور الأول صالحا للدفن والمدفونون فيه هنا المسلمين الحمد لله حصل المطلوب. جزاكم الله خيرا. نقول: لدينا بعض الناس يذبحون رأسا من الغنم أو الماعز، هل هذا جائز؟ ويذهبون بها إلى القبور، وبعض الناس تضع في المقبرة بعض الأطعمة وكذلك بعض الأشربة وقد تكون جديدة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الأمور كلها باطلة، الذهاب بالذبيحة إلى القبور والذهاب بالطعام إلى القبور، كل هذه أمور باطلة واعتقادات فاسدة، لأنها تنم عن اعتقاد في القبور وعن تعلق بالقبور، طلب البركة وطلب الرزق وغير ذلك من الحوائج، وهذه أمور شركية، لا يجوز أن يتعلق على القبور بجلب نفع أو دفع ضر، لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. قل الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالذي يملك جلب الخير ودفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الله جل وعلا هو الذي يقدر على جلب الخير ودفع الشر، وأما المخلوق خصوصا الميت لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء لأنه ميت، فلا يطلب منه أي شيء، ومن طلب منه شيئا فإن هذا شرك أكبر، فعليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. والذهاب بالأطعمة والذهاب باللحوم إلى القبور هذا مظهر من مظاهر الوثنية، لأنهم لم يفعلوا هذا إلا لأنهم يرجون بركتها ويتعلقون بها، وأما إذا كانت هذه الذبيحة مذبوحة للميت تقربا إليه فهذا شرك أكبر، لأن الذبح عبادة، التقرب بالذبح عبادة لا يجوز إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي، والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هو الذبيحة، قرنه مع الصلاة، فكما لا يجوز أن يصلى
لأحد لا يجوز أن يذبح لأحد. قال تعالى فصلي لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة، مما يدل على أن الذبح والنحر تقربا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتقرب إليه بذبح الذبائح والنحر تعبدا لله سبحانه وتعالى. الذبح في القبور هذا شرك أكبر، أو لغيرها من المخلوقات الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، كل هذا من الشرك الأكبر، يجب على من فعله أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول عن نفسها أن امرأة مريضة من حوالي 18 سنة من أعراض نفسية، حيث أنني أحيانا أتشنج ويثقل لساني ويضيق صدري، مما يجعلني أشق ثيابي وأخرج من البيت مثل التائهة، ولكن أنا مستمرة في إعداد الدكاترة، وتشخيص حالتي هي انفصام ذهني أو اكتئاب حاد، مما جعل زوجي يضيق بهذا الوضع ويحدث علي أيمان الطلاق. كان الحلف الأول يريد حقه الشخصي الشرعي، وهو لم يقدر بأنني مريضة، فتفوه أنت طالق طالق، وكان بحالة هستيرية مدة 5 دقائق، ثم بعد فترة حلف طلاق آخر لا أتذكر منه شيء، ولكن كنت دائما أطلب الطلاق لأنني في حالة من ضيقة الصدر. وتستمر على هذا المنوال لتسأل عن حكم الطلاق وعن حكم طلبها للطلاق وحالها ما ذكر، جزاكم الله خيرا جزاكم. أما هذا المرض فنسأل الله أن يشفيك منه، وهذا بغير اختيارك، وعليك أن تسأل الله الشفاء، ولا بأس أن تتعالجي بالعلاج المباح عند الأطباء، كل ذلك من بذل الأسباب. وأما قضية الطلاق الذي حصل تكرر، فهذه يكون النظر فيها من المفتين عندكم من العلماء أو القضاة في المحاكم الشرعية، راجعوهم في هذا الأمر ليستفصلوا ويتثبتوا ويعطوكم الحكم الشرعي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، وباعثها المستمع حسن هادي رسام. الأخ حسن يقول إنني أحفظ من القرآن الكريم قصار السور، بعد كل قراءة الفاتحة بالصلاة أقرأ ما تيسر، وإذا فتحت المصحف أعرف القراءة ولله الحمد. سؤالي كيف أقدر على حفظ أي من السور الكبار مع مشاغلي ومشاغل الحياة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله في الفاتحة والسور القصار التي تحفظها كفاية في الصلاة، وإذا أردت المزيد فهذا شيء جيد وطيب منك، وكل ما استطاع الإنسان أن يحفظ من كتاب الله فهذا مطلوب ومرغب فيه. وأما قضية الوقت المناسب أو الحال الذي يمكن، هذا راجع إليك، عليك أن تختار الوقت المناسب ولو قليلا من كل يوم، وأن تختار أيضا من تقرأ عليه القرآن من الذين يجيدون القراءة، وتطلب منهم أن يعلموك ما تيسر من القرآن ولو قليلا في كل يوم، وبذلك يعينك الله سبحانه وتعالى، ومن سار على الدرب وصل. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يترك قنوت الفجر، وما حكم قنوت الوتر؟ جزاكم الله خيرا. هذا ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا وارد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت عنه وقال به جمهور الأمة أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل، في حالة النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة كأن حاصرهم عدو دهمهم في بلادهم، أو نزل بهم وباء غير الطاعون، فإنهم يقنطون في الفرائض، يسألون الله عز وجل أن يرفع عنهم ما نزل بهم وأن يدفع عنهم عدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على قوم من المشركين آذوا المسلمين في مكة، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم من المسلمين مستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يسأل عن أي الأوقات أفضل بالنسبة للقنوت، هل هو قبل الفجر بربع ساعة أو 10 دقائق أو متى يكون؟ جزاكم الله خيرا. الوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت الوتر، كل ما تأخر فهو أفضل إلى طلوع الفجر، وإذا سبقه شيء من التهجد فهذا أفضل. الحاصل أن وقت الوتر موسع، من كان يثق من قيامه آخر الليل فليجعله آخر الليل ويضيف إليه ما تيسر من صلاة الليل قبله، وأما من كان لا يثق
من قيام آخر الليل إلا لصلاة الفجر فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك، وكان هو صلى الله عليه وسلم يوتر في كل ليلة أوتر صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، باعثها المستمع قاصة يقول: أنا شاب في 24 من عمري، متزوج ولي ذرية، أعاني من مشكلة منذ أكثر من 4 سنوات، وهي أنني كنت صغيرا أقترف بعض المعاصي جهلا مني، وكنت أظنها صغيرة، فمن الله علي بالتوبة منها والإنابة، لكنني الآن ومنذ أكثر من 4 سنوات أحس بضيق شديد في صدري ووحشة من الناس أجمعين، مع أنني أحب الله ورسوله وجميع المؤمنين، أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا، كما أرجو أن تدعوا لي وفقكم الله. محبة المؤمنين علامة خير، ومن أحب قوما فإنه يحشر معهم يوم القيامة، فالمرء مع من أحب يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمحبتك للمؤمنين هذه علامة خير. وأما الضيق الذي تجده في نفسك فاسأل الله، ونسأل الله لك الشفاء والعافية، ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. عليك أيضا باستعمال القراءة على نفسك، أن تقرأ على نفسك من كتاب الله، خصوصا سورة الفاتحة تقرأها وتنفث على نفسك، تكرر تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، تقرأ ما تيسر، وتقرأ آية الكرسي، تقرأ ما تيسر من القرآن، وتكثر من ذكر الله، وبذلك يشفيك الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.